اقام المجلس الاعلى للمراه بالتعاون مع معهد البحرين للتنميه السياسيه مائده مستديره بعنوان الاعلام والمشاركه السياسيه للمراه بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والشخصيات الاعلاميه وذلك ضمن برنامج التمكين الانتخابي للمراه بهدف القاء الضوء على العوامل المشكله لصوره المراه البحرينيه المشاركه في العمل السياسي مائده مستديره حملت عنوان الاعلام والتمكين السياسي للمراه طرح المشاركون من حولها تساؤلات عده اغلبها تدور حول محورين رئيسيين احدهما تحدث عن دور الاعلام في تشجيع المشاركه السياسيه للمراه البحرينيه والاخر كان حول دور المراه البحرينيه في التاثير على الاعلام وتشكيل الصوره الصحيحه لها كمشارك فاعل في الحقل السياسي دور الإعلام مهم جدا في إبراز هذه الجهة في توعية المواطن البحريني بأهمية دور المرأة سياسيا الدور السياسي لا يقتصر فقط في وصولها إلى قبة البرلمان ولكن المشاركة السياسية ممارسة دورها وممارسة حقوقها السياسية هو المهم جدا في هذه الموضوع أعتقد مهمة جدا في سعي والأدوار تقوم فيها يقوم فيها المجلس الأعلى للمرأة من أجل تمكين المرأة البحرينية سياسيا احنا في الإعلام منذ بداية مشروع إصلاح الملك منذ بداية قيام المجلس الأعلى للمرأة شركاء شركاء استراتيجيون للمجلس على للمرأة في تحقيق أهدافه اللي تتمكن أو تتمثل في تمكين المرأة البحرينية سياسيا ولأن المجلس الأعلى للمرأة يعي تماما دور الإعلام في كونه شريكا أساسيا في إبراز حجم المشاركة السياسية للمرأة البحرينية فقد حرص على أن يقرب وجهات النظر بين المرأة والإعلام خاصة وأن البحرين مقبلة في عام 2018 على انتخابات نيابية وبلدية. من خلال مناقشتنا لهذه الأمور اليوم اتضح ثلاثة عناصر مهمة أولا بالنسبة للمرأة سياسه تمكين سياسيه اذا كانت هي فعلا ملتزمه وراغبه في الوصول الى مثلا المجلس البرلماني القادم 20 18 بامكانها وعليها ان تخطط من الان وتعمل مع مثلا وسائل الاعلام الهدف من من هذه الندوه او الدور ورشة العمل هي وضع استراتيجيه ورؤيه واضحه من اجل الدفع بالمراه الى التمكين السياسي. احنا اليوم بحاجه الى التناقش والجلوس على طاوله واحده من اجل وضع هذه الاستراتيجيه كل خلفية. وضع استراتيجية إعلامية وطنية شاملة تهدف لإبراز إنجازات المرأة البحرينية في شتى المجالات ومعرفة الأدوات ومفاتيح التأثير على الرسائل الإعلامية ودور المرأة في تغيير صورتها في الإعلام وما هو المطلوب من الإعلام لدعم دور المشاركة السياسية للمرأة تساؤلات استطاع المشاركون أن يحيكوا بداية خيوطها في الجولة الأولى لتأتي لاحقا جولات يكون للحديث فيها بقية سهر عصفور لمركز الاخبار تلفزيون البحرين